من بعد. انا مثلا ولما اقول ممكن اتكلم ايه اللي فيها ايه صراحه بحكي كده ساعه تحكي كده بس في فرق اسوي اوكي انا اسوي شغله بساعه والمسح بعدين ايه والله لا 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 اسوي لك شيء اسمعني برهان انت يعني اسمعني اسوي لك شيء بساعه بس اسوي لك شيء ثاني يجروحك اكثر من ساعه. المشكل بين خالد وميرهان ما انحل بالطرق الدبلوماسيه على الرغم من كل الوساطات والمساعي. هو المكان المفضل لمناقشة أوضاع الأكاديمية وتحليل الشخصيات. ضياء وميرهان تناقشوا بصوت واطي بمسألة خالد وقد ما وطوا صوتهم بضل فينا نسمع. شوفي يا منهم هم لسه عيال في دماغهم and you know this يعني كلام زي ده من نادر ولا من زهر ولا من مصطفى كنت أتفهم. مصطفى قد خالد ويتر أكبر واحد فيه. أنا ما كان قارنش بالسن كان قارن بالعقل and you know what I'm talking about. خالد مش عارف ياخد قرارات في حياته ويتر عنده مشاكل مع كل الأسد بسبب التركيز وال you know this very well يعني من أشخاص رزينين وتابتين أوكي كنت هتفهم بس خالد وقويتر يعني انت فاهمه انا قصدي ايه. الكلام اللي كانوا عايزين يقولوه ده قبل ما انا ارد عليه تقبلي؟ لا تقبلوش. انا I am proud of you. You did answer in يعني with يعني احسن طريقه رديتي لمحله بطريقه فظيعه وزودتيها كمان بس انا اللي مش عايزه مش عايزاكي انت تتعصبي هم يتفلقوا. تعلم من هون ها تعلم من هون من الاكاديميه نفسها هون اوكي انه كل موضوع يصير تعلم منه. مثلا هذا الموضوع تبع مرهان هذا شو بده يعلمك؟ بعلمك انه ما تمزح مع اي حدا حتى لو انت وياه معشرين بعض احنا قديش انه هون زمان مع بعض يعني هذا شيء انه بيعلمك انه مش انه خلص لك فتره بتعرف حدا انه خلص هذا يلا بمزح معه اني زمان بعرفه عرفت؟ حتى لبرا لما تعامل بكره مع ناس بالفن تعامل مع بني ادمين صح؟ تعرف مع مين تعامل رسمي مين خلص بس وين المشكله لما انت هذا الموضوع وين المشكله؟ وين المشكله؟ وين المشكله؟ لما انت تيجي تمزح معاه يوميا بنفس المزح وانا اضحك انا بمزح انا بتمزح معي دائما اسمعني 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 يوميا تمزح معي نفس المزح وانا اضحك استقبل لاني نضحك مع بعض فيعني عادي يوميا نفس المزح نضحك يجي يوم اقول لك ايش فيك؟ انت راح تتفاجئ انت كنت معي عادي يعني كنت ليش زعلت كنت تضحك شرفك برايك وبراي اي بني ادم بسمع يعني لو اي حدا هيك انت حكيت مثلا انا دائما تمزح معي تمزح هي مره واحده نفس المزح تمزح معي اجي احكي لك ايه طب شو انا بكون تضحك لا انا شو بكون بهالحال شو معصب يعني ها يعني انا بضل اللي انت اللي حكيت بس انا بضل امزح معك مثلا هيك ها هاي المزحه مثلا ها هاي مزحه ترى وانت بتضحك منها نفسها بالضبط جيت عملت لك بيوم لين مره وانت عصبت وايه شو انت برايي وبراي اي حدا بيعرف شو انت تصنع مش تصنع هذا ها خلص شو ما يعني طب يعني اذا انت هيك بتحكي بلسانك انه هيك انا كلمتها اللي نرفزتني طب ليش تحكي الموضوع موضوع هامك يعني انا كلمتها خلص بينت انا يعني انا اقول لك انا كلمتها اللي انت صدق فعلا سكتها يوم اصابع ما شنو كانت تضحك يوم بالاس ام اس زعلت لما قلت لها زعلت تقول اصلي كنا على الهواء كانت تقول لها ميلان ما كنا على الهواء احنا اول طبعا سكتت احكي لك ليه؟ لانه انا زلمه من اول ما دخلت الاكاديميه بعرف كيف ارد على انت هذا التناغم كلمه كلمتين بس لخوا فيها بس لخا فيها خلص انتهى الموضوع كل واحد يعرف حدوده وين معي وانت هيك كون هاي الحمد لله الحمد لله الحمد لله شو انا بالاكاديمي شو 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 اسمي كل واحد له حدوده انت ملاحظه علاقتي مع قويدر ومع خالد ازاي انا ملاحظه ولا لا عادي ليه عشان هم بالضبط يعني مع نادر ومصطفى everybody شكل ومع خالد وقويدر شكل تاني ليه عشان ما يحصلش الكلام ده قولي بقى الخالد ولا قويدر يهزر معايا الهزار ده البايخ داروش ليه عشان من الاول I knew that they are not the kind of person اللي انا هسمح له انه يتخطى معايا الحدود عشان اذا
اديت له الحق ده، ممكن يوم يكون مظبوط وممكن يوم تاني يفوت الحدود. فهمتي؟ I think this is الغلط. الحركة اللي حصلت دي مش مستاهلة كل ده. أيوة أنا اتخضيت. ليه؟ لا يعني اتخضيت وقت النومينياسيون. أوكي. افتكرت مصطفى نوميني. وحسسوني ان هو بجد نوميني. فاتخضيت جدا. أول لما قالوا النومينيز خطيتي راحت في حتة تانية اللي هو أنتي. سيدي أنا مين؟ ما اتخطيتش أنا معاك، اتخطيت عليكي. فضلت قاعدة. أنتي رد فعلك ريحني. بعد شوية قلت كده. بحس إن أنا كنت كده مخنوقة و حبيت. فا أنتي قمتي دخلتي بابا. أنا رحت وسلمت على عدنان. وبعدين مصطفى جنبي وهو يحق وش مصفر مصطفى. فمشيت انا اللي الحمد لله مفتاش منك. بصلي هو بعيني بصلي ها انا ماشي انا بصمت نفسي مش شايفة بصلي خايفة بصلي لي يعني اكيد مش هجري على خالد واقول له معلش دي 10 مرة يطلع مني وما احناش هبل يعني عشان نفتكر حد فينا يفتكر ان هو شد حاله وهو خلاص مش هيطلع منك ما احناش بنريل ما احناش هبل هنا معلش انت عايز تضحك على نفسك روح على جنب وبعدين ما تقعدش يعني ما بقولوش لا هترجع يا خالد لا مش هترجع غير لو تصوير الجمهور رجعك لكن غير كده انا مش هختار ومبينيله عشان كده I think هاني جميلة اوعي كله خلي مودك زي ما هو وامشي نادر اوكي تفهم شو نعم خليكي زي ما انت ماشية ولا يهمك شيء عادي احنا حكينا احنا مع خالد حكينا بس عايزك ما تتغرجش نفسك في الموضوع لان انت لا مش زيك زي مصطفى زي نادر زي اللي كانوا قاعدين انت كنت معي فما تجيش فجاه تكلمني كانك زيهم واحنا حكينا مع نادر مع خالد احنا حكينا مع نادر على كل حال ما طيب اوكي اوكي